السلام عليكم. في الفيديو اللي فات حكينا عن التايبوغرافي وحكينا عن أهمية إنه أنت تكتب كود التايبوغرافي. في الفيديو إن شاء الله راح نكمل في الكونتنت، ولكن الآن مثلا الأشياء البسيطة اللي زي الكود، يعني الكود اللي هو كيف كتابة أنت تكتب تاج الكود، حاجات زي هيك أنا مش راح أطبقها، يعني لأنه هي بس مش إشي كتير، يعني مش إشي كبير. أنا راح أركز في الشرح على الأشياء اللي تغيرت عن النسخة القديمة، عن الأشياء اللي تغيرت عن النسخة القديمة، بحيث إنه اللي انتقل من بوتستراب 3 لبوتستراب 4 يعرف إيش الأشياء اللي تغيرت. فنيجي هنا على الإيمج. شغلة أساسية تغيرت في الإيمج، كلاس إيمج ريسبونسيف طار، بطل في حاجة اسمها إيمج ريسبونسيف. كنا نستخدم الإيمج ريسبونسيف ليش؟ علشان أنا أعمل الصورة ودس 100%. هنا نفس العملية صار اسمها إيمج فلويد، يعني بدل إيمج ريسبونسيف حطي كلاس إيمج فلويد. يعني لو بدي أجيب أنا هنا، خليني على نكتب في نفس برضو آخر كود إحنا كتبناه تايبوغرافي هنا، لو بدي أجيب صورة image من موقع http://placehold.it، أنا بنصح فيه يا جماعة الخير الموقع هذا. لو أنت ما عندكش صورة وبدك تحط صورة، استخدم الموقع هذا placehold.it. إيش بسوي؟ بروح بعمل لك لجنريت لصور بالأحجام اللي راح تكتبها أنت الآن. يعني بعد السلاش بتقول والله بدي يكون الويدث أنا 2000، تحط اكس في 500، معناها الويدث 2000 والهايت 500. عملنا ريلود لغاية ما تيجي. تمام، هاي الصورة شايفين هنا صار عند ايش؟ طلع عندي سكرول، معناها هنا لا في مشكلة، هنا صار يعني مش ريسبونسيف. كيف بدك تفحص موقعك؟ شوفوا الريسبونسيف معناها السكرول اللي تحت هذا ما بدكش هي انت، مش لازم يطلع. فايش نيجي هنا حقول له انا لا الايمج هادي، وينها الايمج هنا، حقول له كلاس ايمج داش فلويد ريلود. كتبها غلط، طب image dash fluid كنكتبها غلط في الاول، اعتذر. اول ما اكتب الكلاس هذا لما اشيله هيك اعمل سيف ريلود، بنلاقي الصوره اجت بالوضع الطبيعي وعملت لي سكرول وخربت لي الدنيا. لكن لما انا ضفت الكلاس هذا هيك وعملت ريلود، معناها قلت للصوره انت خليكي الود تبعك 100%، بس لكن بالنسبه لايش؟ بالنسبه للمكان اللي انت موجوده فيه، يعني بالنسبه لا الشاشة من هنا لهنا. هيك صار ود 100% وبطلت تعمل لي مشكلة السكرول اللي تحت هذا. طب تمام، ايش كمان انا عندي هنا؟ بس هذا كان بالنسبة لموضوع الايمج. اما بنضل الايمج ثامبنيل ضايل زي ما هو، اللي بيعمل الاطار هذا. طيب تمام، نيجي عاد لحاجة جديدة اللي هي التابل. برضو التابل نفس الخصائص اللي في ثلاثة هم موجودين هنا، بس لكن مع إضافة نوع جديد. بصراحة مش عارف وين حنستخدمه، بس لكن هو حلو بالنسبة إلي لأن أنا من النوع اللي بحب الألوان الدارك. عملوا كلاس اسمه table-inverse. إيش بيسوي هاد؟ بيعكس اللون الأبيض للون الأسود، بيعكس هذا اللون الأبيض للون الأسود. يعني لو أخذت الكود هذا هيك، جيت هنا تحت الصورة قلت له بيست سيف من ريلود، بيطلع شكل إيش هذا؟ في عندي مشكلة،
تابل هنا في مشكلة. بعتذر يا جماعة الخير، هنا الايمج انا مش مسكر التاج، مش مسكر تاج الايمج، لو عملت ريلود الان تمام. هذا هو الجدول الديفولت اللي موجود عندنا في البوتستراب. بقول لك لو انت ضفت الكلاس هذا، عمل له كوبي انا، وين جنب هنا جنب التابل، عملت سيف ريلود، على طول راح يعمل لي الجدول الثاني الانفرس اللي حيعمل الرو لونهم اسود والبوردر هذا لونه ابيض. هذه هي الشغلة الجديدة اللي صارت عندنا في التابل. انا من نوع يعني ممكن اكون ممكن بحب الوان الدارك، بس صراحة مش عارف وين حستخدم التابل يكون دارك. اما الباقي ستريبت وهوفر موجود، يعني الانواع، وبوردر كمان موجود. بوردر نفسهم الموجودين في النسخة القديمة، لكن الاشي الجديد الموجود في التابل هو بس تابل انفرس هذا هو. واخر حاجة موجودة عندي في الكونتنت، في الكونتنت اللي هي الفيجر، موضوع الفيجر والفيج كابشن. لما بكون بدي استخدم ايش سبب، بيكون عندي صورة وبدي احط عندها تحتيها نص توضيحي للصورة، فافضل حاجة استخدم ال HTML5 تاج اللي اسمه فيجر. بس هنا بقول لك انك تحط كلاس فيجر وجواته هنا للايمج بدك تحط كلاس اسمه فيجر ايمج، وللكلام بدك تحط كلاس اسمه فيجر كابشن. هذا كان بالنسبة لبقية الكونتنت. في الفيديو الجاي ان شاء الله راح نبدأ نشوف الكومبوننت اللي موجودة في نسخة بوتستراب 4. لو عندك اي سؤال سيبه تحت في الكومنتات تحت الفيديو هذا. شكرا ويعطيكم العافية.